راحت عليك يا جلوفة. مين؟ ها زفتة. ها؟ علي صوتك مش سامع. بتقولي ايه؟ أنا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم أقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. أنا حطفش يا خميس ومش راجعة. بس قبل ما أمشي ليك مصلحة عندي، أقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر أبويا وأمي. أنا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ ايش طيب بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي، ابقى كشفك في الضلمه. الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطره، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب على اخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ فدينا خلاص بح، هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طور اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ اه بس. بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، أنا مش راجع غير ودم من أفندينا مغازة جديد دول عشان نقرأ الفتحة لروح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جاتلك. ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة. بتردي عليا؟ ساكت ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلمينا يا رمانة، محدش يتحرك. ارمي الساحة. تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس.
يفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شمال ظلم. اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. في ايه؟ ايه الصرعه دي؟ عشان ايه؟ هي ليه ما قامتش اللي عداد؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا جوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكايه ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له، وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش على طول اهو؟ يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءه كان عامل فيلم مع رمانه على خميس، لعبه كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمه تسليم اهالي للحكومه. رمانه؟ مين رمانه دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير، خطه افندينا واللي المعلم براءه ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزقه انت، وانت كنت معاهم رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومه ما طبت علينا قلبت بالراحه كده عشان اجي ابلغ معاليك. هما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. معاني الحكاية يا حاجة كانت متظبطة على الآخر. وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي، بس أفندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعرة من العجينة، ولا أجدعها بدران. لا الحكاية فيها إن خميس ما يعملش كده أوانطة، في حاجة في دماغه. دماغه إيه يا حاجة؟ بل بناها تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليلة كلها. صحيح لعبتها بحرفنة وجرت رجل براءة ولا أجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لأفندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس. أنا مش مصدقة روحي، معقولة خميس رجال وقاعد على الكنبة في بيتي كمان؟ احضني يا خميس، احضني عشان أصدق. مالك يا خميس؟ انت لسه شايل مني ولا ايه؟ ده انا رمانة، العشق اللي سكن روحك. مش ده كلامك ولا ايه؟ رمانة الميزان في سوق الحلاوة، مش انت اللي بتقولي كده؟ انت نسيت ولا ايه يا فندينا؟ المشكلة اني مش قادر انسى. انت عايز تنساني يا خميس؟ انت عارفة كويس انا عايز انسى ايه. اللي انا عارفاه اني حطيت روحي على كفي وسلمت رقبتي لابن النوح عشان ارضيك، حاولت اكفر عن غلطة عملتها غصب وقلة حيلة، دفعت عمري تمنها. كل ده ما يخليكش ترق وتسامح. شكلنا هنمضي ورقتين. ورقتين ايه؟ ورقتين دول. دول ورقتين جوايز. خليت بدران كتبهم. ومضوا هنا شهود وانا مضيت هنا اهو. بجد يا خميس؟ هتتجوزني بجد؟ ايه الهبل ده؟ هتوقعي ولا ارجع في كلامي؟ يا لهوي، ده انا وقعت من اول ما شفتك. هنا يا اخويا صح؟ اه. معانا؟ وين العالم نور والله. دي ورقتك، خليها معاكي. ورقتي وورقتك، خليهم معاك. يتوب علينا ربنا. مبروك يا خموستي. كده؟